السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات لذيذه ان شاء الله هتعجبكم. اول وصفه هي كيكه التمر بس الدافيه، وبنقدمها مع ايس كريم وصوص كراميل. الوصفه دي عشان نعملها عايزين كوبايتين دقيق ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، وعايزين معلقه بيكنج صودا عشان التمر اللي هنحطه على النار، وثلاثه بيض فانيليا، سكر بني، ونص كوبايه سمنه، وكوبايتين تمر، وكوبايتين ميه. دلوقتي احنا حطينا الميه على، وطبعا عايزين صلصه توفي وايس كريم. احنا حطينا دلوقتي الميه على النار، هنحط معاها ثانيه واحده، هنحط معاها التمر اللي عندنا. طبعا تمر متنضف ومتقطع، يعني مش متقطع بس يعني كل واحدة مثلا متقطعة اتنين تلاتة. هنحط التمر مع المية وهنخليهم بس لغاية ما يبتدوا يغلوا شوية علشان نكمل بقية وصفتنا. دلوقتي هنحط النص كوباية سمنة اللي عندنا، نحطها هنا بقى. طبعا السمنة سمنتنا جنة، و هي طبعا بنكهة الزبدة، فأنا هنا بستعمل مادة دهنية هتديني نكهة الزبدة، وفي نفس الوقت هي غير مهدرجة وخالية من الكوليسترول. نشغل بقى العجانة عليها دقيقة كده بس، أقل من دقيقة يعني، ونجيب السكر. عندنا سكر بني كوباية، لو طلعت الحاجات البيضة دي في التمر دايما بيفضل طبعا ان احنا نشيلها. هسيب دول يتخفقوا شوية. طيب بس عندنا هنا بتبتدي تغلي المية اللي فيها التمر، هنجيب البيكنج صودا او الكربونات اللي عندنا وهنحطه عليها. خلاص نجيب بقى البيكنج صودا اهي، هنحط البيكنج صودا على الميه. اول ما بنحطها بتلاحظوا ازاي بتفور، وهنقلبها وهتفور زياده، وهنقلبها وهتفضل تفور. نسيبها بقى كده لغايه نسيبها شويه، هنلاقيها ابتدى التمر يتهري شويه عندنا. ناخد بقى البيض والفانيليا، لازم نلم شوية. الجناب نحط بقى البيض، والفانيليا، ناخد دلوقتي بقى معلقتين البيكنج باودر اللي عندنا ونحطهم على الدقيق. بس برضو خلينا نلم الجناب دايما، نخلي بالنا من الموضوع ده علشان خاطر كل المكونات تختلط مع بعضها صح.
طيب هناخد بقى الدقيق اللي عندنا، نضيفه للخليط كده. فاضل عندنا بس التمر اللي بالميه والبيكنج صودا. طبعا التمر دلوقتي طري جدا جدا. لازم يكون بس شوية برد قبل ما نبتدي نضيفه. هنحطه بقى شوية شوية. بالمية بتاعته طبعا. خلاص كده خلطة الكيك عندنا جهزت. ممكن بقى نحطها في قالب كيك، وممكن نحطها في قوالب الكب كيك بس يعني تكون كبيرة شوية عشان نقدر نحط لها الصوص والحركات. دلوقتي انا هحطها في قوالب الكب كيك اللي عندنا، وانا يعني زيادة في الاطمئنان دهنتها علشان خاطر ما تلزقش. وهنحطها دلوقتي في الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد تقريبا 12 دقيقة. 12 دقيقة وتكون استوت، يعني من 12 لربع ساعة بالكتير قوي، عشان يمكن دول مقاسهم شوية أكبر من المقاسات من المقاس العادي. يعني نتأكد إن كله مخلوط، وبعدين نحطها بقى. هنحط تقريبا يعني لغاية فين دلوقتي؟ يعني لغاية هنا معقول. حاملة انا بقى القوالب بتاعت الكب كيك اللي عندي، وهحطها في الفرن. الفرن طبعا سخن من الاول، وهحطها على درجة حرارة 180 زي ما قلنا. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفة تانية. الكب كيك بتاعنا في الفرن، هنعمل دلوقتي سندوتشات لحمة بالجبنة الحلوم. الوصفة دي لذيذة قوي، شبه الحواوشي شوية والعرايس، بس اللحمة بنسويها الأول قبل ما نحطها، وبيتحط معاها كمان جبنة حلوم. الوصفة دي عشان نعملها عايزين تقريبا ربع كيلو لحمة مفرومة، وعايزين عيش شامي، فلفل أخضر، بصل، جبنة حلوم، ملح وفلفل وبهارات، قرفة ورشة جوزة الطيب، وعايزين معلقتين كبار سمنة، معلقة هسوي فيها اللحمة، ومعلقة تانية هدهن بيها وش العيش بتاعنا. ناخد دلوقتي أول معلقة
هحط بقى هنا معلقة نرجع دي، ونحط بقى دلوقتي بنعصج اللحمة زي ما احنا متعودين، نحط البصل سكة بكيك عيلنا تبقى عليه. خليني اشوف حصل ايه معاه، واني فاضله اقل من 5 دقايق. نحط البصل والفلفل وهنا خلينا نسيح كده معلقة السمنة اللي اتفقنا عليها علشان السندوتشات، ندهنها بشوية سمنة. طيب هناخد العيش بتاعنا نقطعه اربع. طبعا العيش لازم يكون صابح علشان ما يغلبناش، ده كله كده نفس ال خلاص. السمنة دي ساحت طبعا كفاية كده عليها. وهنحط دلوقتي اللحمة المفرومة، يعني بنعصج اللحمة عادي بس هنحط لها الحاجات الزيادة دي كفاية دول. لا هنحط الباقي عشان خاطر نسبة اللحمة مع البصل تبقى مظبوطة. طيب اللحمة كده عندنا اهي خلاص قربت تستوي، او يعني كفاية عليها كده، بس عايزين نبص على الفرن. طبعا ممكن تضيفوا للكب كيك شوية قرفة للي بيحب القرفة، القرفة والتمر طبعا دايما اصحاب. خلاص احنا هنوقف ده على كده كفاية، دقيقة كمان بس. هنعمل ايه دلوقتي في الدقيقة دي؟ هاخد السمنة اللي عندنا اللي احنا سيحناها وهدهن العيش من جوه بالسمنة. طبقة خفيفة بس كده. هو من جوه مش مهم قوي قد ما انا هدهنه من بره، بس يعني قلت برضو من جوه شويه كده مش هيقولوا لا. بس هو الاهم ان احنا ندهن الصينيه وندهن السندوتشات من بره. خلاص المهم يعني وصلت. ناخد بقى شويه كده ندهنهم هنا، كل ده بالمعلقه اللي عندنا، مش هنحط اكتر من معلقه. لو مش عايزين تدهنوه من جوه مش مهم، بس لازم ندهنه، ندهن الصينية وندهن الوش.
ده الأهم. خلاص ناخد بقى دلوقتي اللحمة، كفاية عليها كده، نطفي النار وناخد الجبنة اللي عندنا، عايزين نقطعها، يعني ممكن تقطعوها ممكن تبشروها زي ما انتوا عايزين. زي ما قلنا الجبنة يا بتقطعوها يا بتبشروها زي ما تحبوا، لو عايزين تخلوها حتت كده شريحة برضو ممكن شرايح. بس هي لانها اكبر شوية فانا هقطع الشرايح دي على الاقل نصين. هناخد بقى دلوقتي رغيف من دول وهنحط فيه شوية لحمة كده، شوية لحمة وجبنة حلوم وهنحطهم كده، وهندهن الوش بتاعهم بالسمنة، وهعمل كده في بقية العيش اللي عندنا وهدخله الفرن. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل علشان نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. نجيب بقى السندوتشات بتاعتنا. لذيذة جدا وريحتها لذيذة موت، لازم تجربوها. خلاص بلاش دي، نحط دي. دي كانت وصفتنا اللي عملناها معاكم النهاردة. عملنا معاكم سندوتشات اللحمة المفرومة والجبنة الحلوم، لذيذة جدا وشبه